بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. أنا آيا أغرجوت الفائزة بالميدالية الذهبية في الأولمبياد الإفريقية وبلقب ملكة الرياضيات الإفريقية لسنة 2021 الدورة تاع 2021 بتونس عن بعد. الفوز ديالي كان خبر مفرح جدا فاش تلقيته، كنت لقيته من صفحة رسمية تاع السيد الوزير سعيد أمزازي تما فاش تلقيت الخبر وكان جد مفرح. وكان أيضا جد مفرح أن المغرب استطاع ياخذ المرتبة الأولى وتفوق زعما بواحد الطريقة اللي هي هائلة على البلدان الأخرى، 178 نقطة والنقطة الثانية 151 تاع جنوب إفريقيا. كنا فرحانين حنايا الحمد لله حنايا بستة أنا وأصدقاء ديالي. كنت حصلت في الأول في الأولمبياد العالمي على ميدالية مرزخاني تاع البنت الأولى في القارة الإفريقية، والأولمبياد العربية كنت حصلت على الميدالية الذهبية، والأولمبياد الإفريقية كنت حصلت على الميدالية الذهبية إضافة إلى لقب ملكة إفريقيا للرياضيات. هو مستقبل غير واضح صراحة، سيتضح كثيرا بعد الاجتياز إن شاء الله للبكالوريا، لكنه عموما يميل إلى الرياضيات والهندسة. نعم سأبدأ بعد البكالوريا تحضير لهذه الأولمبياد، كذلك التحضير أيضا للدراسات ما بعد البكالوريا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الأم ديال آية أكرجوت، اسم ديالي أسماء دتسي. أنا جد فارحة لهذا التفوق ديال بنتي اللي هو تتويج المغاربة كاملين، حصلت على الميدالية الذهبية على الصعيد الإفريقي، وهذا النجاح هذا كنهديه للمغاربة كافة وخاصة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، ونتمنى أنها تزيد تفوق آخر وتتويج آخر للمغاربة كاملين. الحمد لله. هذا شاك فوا فاش يكون عندك اي شيء اخفاق اش تدير؟ تدفعها انها تبذل مجهود اكثر وانها تجتهد اكثر، فجات تبريباري باش تحصل على نتائج اخرى. جات موراها الاولمبياد العربيه في شهر 12 كانت موجوده ايه الحمد لله، فاش دوزت داك الامتحان قدرت تحصل على النقطه كامله ومع الميداليه الذهبيه. من بعد منها هذا النجاح هذا مع تشجيعات ديال الناس وديال الاصدقاء ديالها ديال الاساتذه ديالها ديال جميع المغاربه ديال مدير الاكاديمي نيت التتويج ديالو والتكريم ديالها ديال جميع المغاربه، فبطبيعه الحال هذه الشهاده دفعها انها تجتهد اكثر باش تحصل على النتيجه هذه اللي وصلت ليها. وتنظن بان التشجيعات وهذه الشهاده اللي لقاتها والاهتمام اللي لقاتهم من طرف السيد الوالي والساده المسؤولين بمدينه بجهه بنملة الخنيفره، فتنظن بان هذه الشهاده ما يزيدها الا تحفيزا ان شاء الله. إلى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.